أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا فبأي حديث بعده